النهارده الدكتور استاذ ياسر او باشمهندس ياسر النهارده في فرعنا فرع مكتب الديوان فرع هليوبوليس، واحنا في انتظار برضو عمر قطامش، بس احنا حابين ان احنا نبتدي النهارده مع استاذ ياسر الاول، وهو حابب يتكلم معاكم فهنبتدي يا استاذ ياسر. احنا ضيوفنا الكرام الاعزاء، واود الترحيب بكم فردا فردا، يعني بس طبعا مش هينفع ان انا اقول كل الاسماء، لكن كلكم على دماغنا من فوق، وان شاء الله بطمنكم ان الميكروفون تمام والوضع تحت السيطره، وعمر قطامش في الطريق الى هنا، نسال الله بس ان المعجبين ما يخطفوهوش في السكه يعني. فانا بصراحه فضلت ان انا ابتدي علشان ما تزهقوش، وقلنا نبتدي شويه كده معاكم لحين وصول عمر قطامش. في الحقيقه انا مش مرتب كلام، يعني هو احنا جايين عشان حفل توقيع اساسا لجميع مؤلفاتي، والحسن حظي ان عمر قطامش ملوش اي مؤلفات، فكل ما بيعمل دعايه هم بيجوا يشتروا كتب يعني. لكن ان شاء الله هينشر، يعني سوف ينشر بقى قريبا يعني. انا في البدايه عايز يعني اوجه الشكر يعني لجهتين او لشخصين اعزاء عليا جدا. بوجه الشكر اولا للاستاذ محمد رشاد صاحب الدار المصريه اللبنانيه، الناشر، هم بيقولوا الناشر الملاكي بتاعي، انا بقول ناشر خصوصي، اللي هو بيطبع معظم مؤلفاتي في طباعه انيقه، والحمد لله يعني استطاع ان يعني يوزعها طبعه اولى وطبعه ثانيه وثالثه، عده طبعات في مصر والدول العربيه كثيره وفي معارض دوليه. الشكر الثاني لمكتبه الديوان، الاخوه الاعزاء المشرفين على المكتبه، لان هذا المكان الجميل الانيق الراقي انا لاول مره اشرف بالحضور فيه، وكانت لفته جميله ان هم يعملوا الحفله في الحديقه. انا بس كنت متخوف ان الجو حر النهارده، فالحمد لله يعني العمليه فكت بوجودكم، وابتدت النسمات والنسائم الجميله تحيط بينا يعني. نتكلم بقى عن مؤلفاتي وعن الشعر حلمنتيشي. اولا نتكلم عن عمرو قطامش، حتى قبل ما يجي نقطع فروته شويه علشان يجي مهري على الحديث على طول يعني. انا بكتب الشعر الفكاهي من حوالي اكتر من 20 سنه. المشكله ان الجيل بتاعي اللي هو جيل نقدر نقول الثمانينات والتسعينات كانت اختفت الموضه بتاع الشعر الفكاهي، يعني اخر واحد كتب شعر فكاهي كان بيرم التونسي مثلا. اللي حصل ان انا يعني ما كانش ليا اختيار، او نقدر نقول ان ربنا سبحانه وتعالى هو اللي اراد ان انا اتجه هذا الاتجاه، لان انا كنت احب قوي الشعر الرومانسي والعاطفي والحزين والمكتئب. كنت ماشي كده على طريقه شعراء المهجر والحاجات الحزينه يعني، لست ادري ومن اين اتيت ومش عارف ايه وكده. فاكتشفت ان كل ده كلام فاضي، وان الواحد لازم يسخر من الحياه عشان يعيشها ويعيش ويتغلب على مشاكلها يعني. فابتديت اكتب شعر، كل ما اجي اكتب قصيده جاده تتقلب لقصيده فكاهيه. فانزعجت جدا وخدت قصيده وقلت اروح اجرب واقولها في ندوه من الندوات. ففوجئت باستحسان شديد جدا من الحاضرين، مما شجعني ان انا استمر في هذا الاتجاه. مرت السنوات وعملت عده دواوين. اول ديوان شعر عملته كان اسمه قدمت للحب استقاله، وكان فيه مسحه ساخره وفكاهيه. لكن تاني ديوان لولاي ما كنت انثى وصائده القلوب، تالت ديوان، والنضج الفني للقصيده الفكاهيه عندي او الشعر الحلمنتيشي كان في ديوان اسمه القلب في ورطه بين ليلى وبطه. طبعا قبل انفلونزا الطيور ما تظهر يعني. في صديق صغير هنا معجب بالبطه قوي يعني. عملت
ديوان تاني اسمه مشاغبات شعرية وانهالك بقى دواوين كثيرة وفزلكة شعرية بالفصحى والعامية وامرأة في مقهى القلب ومخلوع مخلوع يا ولدي وعروس البحر إلى آخره. من حوالي تقريبا يمكن 10 سنين كده اتصل بي ابن عمي المهندس رمضان قطامش اللي هو والد عمرو. ورمضان قطامش ابن عم، مش بس ابن عمي، احنا مولودين في سنة واحدة ودخلنا مدرسة ابتدائية واحدة وإعدادية واحدة، وبعدين دخل هو فنية عسكرية ودخلت أنا كلية هندسة، اتجوزنا في سنة واحدة، خلفنا في سنة واحدة. هو للأسف يعني توفي في العام الماضي، وإن شاء الله أن أنا يمتد عمري، يعني الحمد لله أن احنا مش متشابهين في تاريخ الوفاة يعني، وإلا الندوة دي كانت لغت طبعا. من 10 سنين اتصل بي المهندس رمضان وقال لي هو عنده عمرو محمد توأم، عمرو قطامش محمد من سن بنتي الكبيرة، فقال لي عمرو ابتدت تظهر عليه علامات الشعر يعني. فأنا أشفقت عليه وقلت له يعني كفاية واحد في العيلة تضحوا بيه بشاعر، مش للأسف ما كانش فيها علاج وقتها ولا تطعيم ضد الشعر يعني. فالمهم قعدت مع عمرو قطامش فلقيت عنده حس فكاهي عالي قوي، فأهديته مجموعة كبيرة من الدواوين بتاعتي. فوجئت بعد تقريبا شهرين ثلاثة إنه حفظ كل شعري، وأنا نفسي ما بحفظش شعري. فمن كتر ما حفظ أعتقد وتأثر بيا ابتدى هو يكتب. هو امتاز عني بحاجتين، ان هو ممثل ومخرج، يعني هو كان فريق الجامعة بتاع التمثيل وكان بيدعوني ان انا احضر يعني مسرحيات من اخراجه وتمثيل. فانا كنت بتعجب بقول له يا عمرو انت دلوقتي ايه ممثل ومخرج وشاعر، يعني انا مؤمن بالايه بالتخصص، خليك شاعر او مخرج او ممثل. فهو قال لي يا عمرو انا مش عارف، انا حاسس ان انا كوكتيل من الكلام ده يعني. وربنا أراد كده، لأن هو المجموعة دي هي اللي عملت عمرو قطامش، يعني هي الكاريزما بتاعته جت من إن هو مش بس بيقول شعر أو بيلقي كويس، لا ده بيمثل وبيخرج وتمثيله بيبقى بجميع جوارحه يعني. المهم إن هو ابتدى يحفظ شعر ليا، وابتديت أصطحبه في ندوات في ساقية الصاوي في أماكن كثيرة يعني. فكان بيجي بصراحة وفي نادي الصيد و بيقول شعر بطريقة، أنا كنت بفضل دايما طالما عمرو قطامش موجود إن هو اللي يقول شعري، لأن هو بيستطيع أن يعبر ويوصل أفضل مني. هو ابتدى بقى يكتب، يعني ابتدى يكتب إيه؟ أنا بكتب مقامات ساخرة، هو ابتدى يكتب برضه مقامات ساخرة ويعرض عليا، وابتدى يكتب أشعار، وفي توارد خواطر غريب جدا لدرجة إن أنا لما كنت مثلا أجي أسمع منه قصيدة أفاجأ إن القصيدة اللي هو بيقولها لي من تأليفه أنا عندي قصيدة على نفس الوزن والقافية ونفس يمكن الكلام اللي عايز يقوله من تأليفي. ابتدى لما عمرو ينتشر في الجامعة، هو كان في جامعة حلوان كلية علوم وقسم جيولوجيا، فبقى يروح فريق التمثيل ويروح يحضر ندوات وفاز بمراكز في إلقاء الشعر وفي تأليف الشعر. فكان يجي يقول لي يا عمي ده الناس بيقولوا لي انت بتسرق شعر من عمك قطامش، من عمك ياسر قطامش. فالواد اتعقد مني، قلت له يا ابني اي واحد يقول لك كده اديني تليفونه وانا اكلمه. ومرت الايام وانا بقى دلوقتي متعقد منه، كل ما اقول انا ياسر قطامش يقول لي انت عارف عمرو قطامش. انا مش هقدر عليه طبعا، ده ابني، واتمنى له كل توفيق وكل نجاح يعني. على منتيشي انا يعني قلت له يعني لقيت له معنى، وفي معنى قديم او تفسير قديم ليه يعني. اول من كتب هذا اللون من الشعر هو شاعر اسمه حسين شفيق المصري. الشعر ده كان في جيل العشرينات والثلاثينات، كان مشهور جدا في عهد احمد شوقي امير الشعراء وفي عهد حافظ ابراهيم. فهذا الرجل حسين شفيق المصري كان بيكتب في مجلة اسمها الفكاهة كل أسبوع قصيدة اسمها المشعلقات على وزن المعلقات. المعلقات اللي هي في الجاهلية ديت هو عمل مشعلقات. فابتدى يسمع ويتشهر وبقى ليه لون مختلف عن كل الشعر اللي بيتقال.
فلما هم قالوا له انت يعني صنفك تحت اي نوع من الشعراء، كلاسيكيين ولا رومانسيين ولا رومانتيكيين ولا ايه؟ قال لهم لا انا شاعر حلمنتيشي. فدي كانت اول مقوله او تطلق على هذا الشعر. طب ليه شاعر حلمنتيشي؟ قال لهم انا بقعد اكتب الشعر ده على قهوه في الحلميه، وانا بشرب شاي وكده بقعد معظم شعر الحلمنتيشي ده بكتبه في الحلميه، في قهوه الحلميه، فنسبه على غير قياس الى الحلميه سماها الحلمنتيشي. انا يعني بصراحه قلت لا، لازم الاقي تفسير تاني. ابتديت يعني اخضع زناده فكري زي ما بيقولوا، لغايه لما لقيت ان كلمه الحلمنتيشي دي ممكن نعتبرها من باب النحت في اللغه مكونه من كلمتين. احنا في اللغه بنقول بسمله يعني بسم الله الرحمن الرحيم، او حوقله يعني لا حول ولا قوه الا بالله. ده اسمه باب النحت، ان انا ادمج عده كلمات في كلمه واحده. فانا قلت الحلمنتيشي عباره عن كلمتين، حلا ومنتيشي. الحلا جايه من الحلاوه، والمنتيشي جايه من النتش. النتش يعني الفشر، يبقى هو فشر حلو او فشر لذيذ، لان الشعراء يقولون ما لا يفعلون. فيعني ده اجتهاد انا، يعني ارجو ان انا اكون موفق فيه. يعني في المصري نقول نموذج من نماذجه الفكاهيه اللي دمها خفيف. هو حسين شفيع المصري مؤسس الشعر الحلمنتيشي العصر. فكان زي ما قلنا ليه المشعلقات وليه قصائد ثانيه على وزن قصائد شهيره. من ضمنها اللي انا فاكره كان الشاعر ابو العتاهيه ليه قصيده بيقول عن الخليفه المهدي بيمدحه، بيقول اتته الخلافه منقاده اليه تبرر اذيالها. فكتب حسين شفيع المصري على وزن هذه القصيده معارضه، يقول ايه؟ اظن الوليه زعلى نكد وما كنت اقصد ازعالها، اتى رمضان فقالت هتولي زكيبه جوز فجبنا لها، وجبنا صفيحه سمن وجبنا لوازم ما غيرها طالها، فقل لي على ايه بنت الذين بتشكي الى اهلها حالها. ده نموذج من شعر حسين شفيع المصري اللي هو النموذج الحلمنتيشي، اللي هو بيمزج ما بين الفصحى والعامية مع الالتزام بكل قواعد الفصحى من العروض والقوافي واللغة الى اخره. احقاقا للحق ان هذا اللون من الشعر الفكاهي ليس وليدا لعصرنا، في جذور قديمه جدا للشعر الفكاهي، بس لم يكن يطلق عليه شعر حلمنتيشي. عبد الله النديم كتب شعر فكاهي. ما قبل عبد الله النديم في العصر المملوكي كان في شعراء بيتخصصوا في شعر الفكاهه، ولكن للاسف احنا دايما يعني في مقوله احد النقاد اطلقها في القرن الماضي وقال ان الشعر المملوكي ده عصر المملوكي عصر انحطاط في الادب والشعر. رغم ان لما بحثت في العصر المملوكي لقيت نماذج جميله جدا فيها خف الدم وروح مصريه مش موجوده في اي شعر في العراق او في الحجاز او في اي دوله عربيه.